في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في ثلاث وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل وصفها رب منزل. كي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقر طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم